بدي احكي لك قصه صارت معي. كنت رايح من طريق باب العمود عشان اشتري جريده القدس. في واحد ببيع جريده القدس دخل السوق ومركت ولبست قميص وتكيت شمس من شكلي من بين على عربي. على كل حال الجندي في حرس الحدود قال لي تعال من وين انت؟ لوين رايح؟ شو بتسوي هون؟ قلت له انا يهودي شو مالك؟ هني فتحت البلوجه يهود. قال لي والله طيب بالنجاح. نزلت ولما رجعت مع جريده قعدت مع زلمه ختيارين وسالتهم هون ايش مكتوب هون؟ يعني انتقاد ايش مكتوب هون؟ الجندي نادى لي كمان ورا وقال لي تعال تعال جيب لي هويتك. قلت له هنا وراك تعال. وريته الهوية تبعي وقال لي وليش تكره جريدة القدس موسى؟ قلت له عشان انا متعرف عربي. شو ضحلك يعني؟ شو المشكلة؟ مرحبا انا اسمي موشي يعني موسى، ساكن مدينة القدس. تعلمت اللغة العربية لحالي لو كان عمري 14 سنة، اليوم عمري 20 سنة. كيف بديت تتعلم عربي وليش؟ حبيت اللغة كتير وعشان هيك تعلمتها لحالي، وعشان احنا عايشين بحياة مشتركة. اذا انت رايح بالشارع انت شايف كتير عرب، يعني احنا كل مكان احنا ساكنين سوا، انت شايف الصيدلية او بالقطار او بالباص، كل ميدان الحياة احنا سوا. وعشان هيك انا تعلمت اللغة. انت اصل العيلة تبعك من شو الاصل؟ اصل من ايران. ايراني يعني مش من اصل عربي، يعني يهود شيعي. طيب وانت كتير متدين يعني حريدي ممكن نقول، شو يعني الحياة الحريدي يعني بالمدرسة مثلا؟ زي عادي يعني زي كل شباب الشيعة، تعلمت 8 سنوات في مدرسة وبعدين روحت لشيعة كتنة صغيرة، يعني لشيعة صغيرة وبعدين شيعة كبيرة لحد اليوم الحمد لله رب العالمين. شباب الشيعة وبالوقت الفراغ متعلم. شو بتعلموا باليشيفا يعني وانت ولد؟ يعني بتعلموا انجليزي رياضيات ولا لا؟ ولا حدا. شو بتعلموا؟ التوراة المقدسة فقط. فقط شوي رياضيات شوي ماتماتيكا وتاريخ شوي، بس يعني اكثر شيء التوراة. اكثر شيء التوراة ومش انجليزي؟ لا ولا عربي. طبعا معلوم. طيب كيف بديت تتعلم عربي وانت عمرك 14 سنة؟ حبيت اللغة ومن شان هيك تعلمت اللغة وسألت ناس بالشارع كيف من كل شو الجواب لمرحبا مرحبتين، شو الجواب للسلام عليكم عليكم السلام. هيك تعلمت يعني شوي شوي، تعلمت من كتب، تعلمت من شارع، حكيت مع ناس وهيك تعلمت زي كل لغة. وإذا بدك تتعلم لغات عم شيء تتمرن كل يوم. من يوم من الأيام رجعت من الكوتل وسمعت الأغنية تبع أم كلثوم للصبر حدود، وبعد الأغنية بتقول أم كلثوم الله يرحمها أكثر من مرة عتبتك. في النغمة هذا دخلت وقلت لهم أكثر من مراتبتك وديت لك وقت، ديت لك وقت تفكر. وقعدنا وسوينا حفلة وكان سبابة. وين سمعت أم كلثوم؟ بالبيت؟ أنا سمعت بالبيت، كل البيت صاروا يسمعوا كمان الموسيقى العربية من زمان مثل محمد عبد الوهاب والعم كلثوم عبد الحليم وهيك يعني.
انت كمان بتعلم عربي او بتعطي دروس بالعربي بالواتساب صحيح؟ صحيح، كل يوم جمعة انا بعطي دروس اللغة، جذور اللغة حسب زي السبت. ومين المتابعين؟ عندك متابعين بالعالم؟ يهود، عرب، كل شيء. ليش بتعطي دروس بالتوراة؟ عشان يفهموا كمان الديني، واحد يفهم دينه، كل واحد يفهم دين تاني، يعني أنا يفهم دينه ويفهم ديني ويكن يفهم واحد أكثر. موشة أنت درست كمان قرآن وإسلام؟ لا أنا درست الحفيف، حفيف حفيف قليل. شو يعني؟ بس الفاتحة وهيك. أولا تخلص التوراة بعدين نتكمل. كيف العالم الخريدي المتدين بينظر لك؟ يعني كيف؟ طبعا هذا شيء غريب إذا واحد متدين مثلي بحكي عربي بشكل مميز. الناس هذا شيء بجنن، لا يعني هذا شيء مش طبيعي صح؟ وانت بتحب هذا الاشي؟ ليش لا؟ انه العالم بحب هذا الاشي. شو حلمك بالعربي؟ شو حلمك تكون؟ بدي اسوي لقب اول وثاني باللغة، اتحسن باللغة وتعلم الشرق الاوسط وتعلم الاسلام كله. انت زرت دول عربية؟ لا بس هون اسرائيل لسه. لا وين بدك تروح لو في عندك فرصة؟ يعني ممكن مصر، أردن، إن شاء الله كل الشرق الأوسط. فيش عن جد مشاكل، المشاكل بيبدأ من السياسة ومن الحكومة. بس أنا بحكيش سياسة، من بجرب قلبي يكون أبيض يعني بدون عنصرية، وياريت نحترم كل واحد، تخيب لغيرك زي ما تتخيب لحالك، وإن شاء الله نعيش بحياة مشتركة بالصحة وسلام. مرة واحدة قلت لنا أمي عربية، أنا بصلي 8 مرات في اليوم، 5 لمسلم و3 ليهود. قالوا لي هيك مستحيل، يهود أو عرب، هذا مش مهم، أنت بن آدم، أنت بن آدم الله بحبك، وعندك إذا أنت مش بن آدم عندك حساب مباشرة مع ربنا. في جملة حلوة لنيلسون مانديلا، لو أنت بتحكي مع حدا وبيفهمك تحكي لأكله، بس إذا بتحكي بلغة أمه يعني بلغته تحكي دوري لهلبه.